احنا الاعتماد ديالنا هو رقم 14 في المغرب كله كامل. كنا في حقيقه كنا غنكونوا من خمسه الاوائل، ولكن حنا في الفدان حيت ما كاين واحد، كاين باش عندما كاين واحد، كاين واحد لجنه خاصه اللي كتفلي الدوري، كتفلي الدوسي، كدوز ورقه بورقه حرف حرف، ماشي ورقه حرف حرف. لقاو بعد شي حاجه كانت خاطئه عاودنا صحنا وعطينا، رجعنا لهم وعطينا الاعتماد ديالنا من 14. دونك حنا الفريق الاول اللي كاين في هذه المنطقه في الزروكات كامل اللي خدينا الاعتماد ديالنا، خدينا الاعتماد ديالنا. كنأكد من تقول الاعتماد، تنقولوا جوج اعتمادات ديال لي ستاتيو ديالك، ديال القانون الاساسي ديالك، والاعتماد ديال النادي ككل. حنا نمر 14 في المغرب كله، اول فريق حنا سبقنا، حنا خدينا قبل من انديه كبيره في كره القدم الدار البيضاء، لا داعي لذكري اسمها، حنا خديناها قبل من الوقت منهم بزاف، والحمد لله حنا مسرورين. وهدف هدف افتخار للزروكات، افتخار للمولى رشيد والسباته والجماعه والعملات بن سيما وعملات بن مسيك، هذا افتخار لنا كاملين، ماشي لي انا، ماشي غير المنتخب يترجع، الركبي كله ترجع للور. لان حنا كنشوف حنا في لو 18، حنا دابا كنكونوا دابا حنا في الساعه حنايا، راه كملنا اللي حنا نخدم في الروتور دابا، هذا مازال لي سينور، مازال ما لعبوش لي سينور، مازال ما لعبناش. لا ركبي 7 ديال ركبي 15، لعبنا المقابلات، لعبنا لا فيان ديال ركبي 7 ديال العام اللي فات، كملنا هذا العام هذا، اما هذا العام هذا مازال ما بداش نلعبوا. دونك هذا في حد ذاته تراجع. غدا مثلا يكون مقابله دوليه للمغرب، لان الناس ما لاعبينش، غادي الدريم الركابي يبقاو ما يلعبوش. دونك هذا في حد ذاته تراجع. تراجع علاش؟ حيت رجعوا عدم تطبيق قانون. قالوا خصني تطبق. إذا ما طبقش القانون راه ما يمكنش نبقاوش، ما يمكنش. وأنا عندي لخير هذا الشيء، هادشي كلشي غيتصلح، الجميع غيتصلحوا هادشي هذا، والوزارة الحمد لله واقفة على هادشي غيتصلح، ولكن كانت هادشي في الديبار يتصلح. كون حنا ملي كملنا الجمع العام ديالنا في شهر 11 نبداو نلعبوا. وشهر 11، شهر 12، شهر 1، كون حنا سرينا لالي، تمنا الفراقي، كون سريتي غدا 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 في الروتور، ولكن حنا لعبنا الروتور كاع. دونك المشكل اللي كاين هو عدم تطبيق قانون، خصني تطبق. تطبق قانون كتخرج راسك الفوق، مرتاح راسك الفوق في القمه. انا طلبت من السيد رئيس الجامعه، ويمكن لي نوريك سيبتو في الادريس الرسمي ديال الجامعه، تنقول له السيد رئيس جمع الانديه، جمع الكرون كلوب اللي عندهم الكنز، جمع وتحاور معاهم، يكون نقاش، يمكن تخاصم، يمكن تضاربوا، في الاخر نخرجوا معلقين ونخرجوا ونبداو داك الشيء ديالنا. هما دابا في جهه وحنا في جهه اخرى، وما كتبقوا شي حوايج، انا قال لكم غير قانونيين، ملي يكون بريك نودينا بنادم غيتحل المشكل. سيبت لي دو ميل، جوج ديال دو ميل، دو ميل سيبتهم لي في الادريس الرسمي ديال الجامعه والمغرب كله قراهم. تنقول السيد الرئيس جمع الناس، يكون واحد الحوار. الناس حنا كنا كنديروا بكلمه رئيس الجامعه، انايا كنا بدايه كل بطوله كنجمع تو لي بريزون دو كلوب، وكنتناقشوا على كيفيه البطوله، وكنديروا التيراج صور. كنا حنا اول جامعه كدير التيراج صور قبل اي جامعه اخرى بلا ما نجبد الاسماء. كنجمعوا الانديه كامله وكنتفقوا واش نديروا بول وحده، ولا نديروا دو بول، ولا نديروا تروا بول، واش نقسموا هذا هذا هنا، وكنديروا التيراج صور. كنخرجوا بالتيراج صور ديالنا من الديبار، كلشي مسيني كلشي قبل، كنبداو نلعبوا. دابا الناس كيتاخذوا قرارات اللي ربما تكون مزيانه او تكون خايبه، ولكن الناس يقول لك علاش ما جمعوناش؟ علاش يتخذ فيا قرار انايا يقول لي لعب ها كيفاش تلعب وما كيعطيني والو؟ هذا المشكل. المشكل الثاني اللي كاين دابا هو ان الجامعه بغات الناس هما يعودوا يخلصوا الحكام. دابا حنا نخلصوا الحكام، دابا ملي بدا الركبي الان من قبل الخمسينات ركبي، والجامعه كتخلص حكام دائما. دابا بغينا نخلصوا الحكام، وبالك معانا وتناقش معانا ودوي معانا وعطينا سيفونسيون. راه الجامعه كانوا كيعطيو منح للكلوب الانديه، حنا ما كناخذ والو، ما ناخذ والو ونخلص الحكام، نشتك نطلبو تنشط لك البطوله ديالك باش انت دير ارابور سبورتيف ديالك، رابور مورال سبورتيف، تقدمو للوزاره، وانا خاسر فلوسي. اش مربح انا عندي في هادشي كله؟ ما نلعبش انا كاع، نوجد فرقه، تخلص ديبلاسمون، نخلص يوم لوطيل، نخلص لي زاربيتر، واش مربح انا عندي؟ ولكن كان نقاش وحوار هادشي كلشي نفوتوه. كان الرئيس براك وتبرك اللجنه الرياضيه ديالو، ويكون واحد الطابلو نكتبو هادي مزيانه، هادي خيبه، هادي هذا. ربما انت في الاخر هو قال لك حنا قلنا بيض، نبقاو نتلاقاو الوسط كري، داكور نتفقوا ونمشيو. دابا ما كاينش نقاش، النقاش ما كاينش. علاش ما كاينش نقاش؟ انا ما فهمتش. اي بورتون كما قلت لك قبيله، مع الاسف صيفط دو زادريس ميل لا فيدراسيون، صيفط في لادريس ميل لجميع الناس عندهم علاقه بالركبي يقراوها. تنقول لي سيدي اجمع الناس، تناقش مع الناس في السنه اش باغي دير. راه حنا هما اللي الركبي، حنا هما الركبي، انتم كمكتب كتير حنا اللي كان حنا اللي كنديروا الحفله، حنا اللي كنديروا الحفله، حنا اللي كنشطوا. دونك ما يمكنش ما تناقش معايا، صوف ما تناقش معايا بحاجه واحده، اذا كانت في القانون تناقش معايا، اذا كانت في القانون كتطبق عليك وعليا، اما كانت في القانون خصك تناقش معايا. بغيت نخلص حكام؟ اي، ولكن بالك تناقش معايا في السريه علاش نخلصهم؟
واش نستفد من بعد هنايا؟ باش نخلص 3000 4000 درهم بار ماتش ولا 2000 درهم شنو المحل عندي؟ نخلص الترونسبور، نخلص ماكله الدراري، نخلص يوم لوطيل من جيبي، كلشي من جيبي، منحه نرم نرمو ما كناخذو حتى منحه، وزيد نخلص حكام. ولكن كان نقاش نقدر نلقاو حلول، النقاش ما كاينش، النقاش منعدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.